Oui, Ayoub Marchiche, 22 سنة, entrepreneur, كان شغل في مجال المقاولات en général, tout ce qui est internet marketing. عندي société ديال ديجيتال هنا في المغرب وفي الخليج, وكان opérer tout ce qui est publicité, achat d'espace sur les réseaux sociaux, etc. بالنسبة لي بروجي اللي كنا ديجا خدمنا عليهم, كانوا دي بروجي اللي صراحة عندهم علاقة بالبريس. كنا قدينا واحد جورنال الكترونيك نيت, كنا خدمنا على اللي درنا فريلانس مع جرائد الكترونية من الامارات ومن السعودية. مي صراحة البروجي اللي زعما بازين عليه في الاصل وكانت فيه خدمة بزاف وديفلوبمون بزاف هو الو ماي ستار, ابار دي بروجي اخرين اللي معايا دي بارتنير فيهم بيان سور. بالنسبة لألو ماي ستار, هي الكونسيبت في الأول فكرة كانت جاتني الفكرة بوحدي, كنت في الوقيتة ديال الكونفينمون الحجر الصحي, وجاتني فكرة على أن كيفاش نقدر نعاون واحد السيكتور ديال اللي فيه لي بابليك فيغير أو لا أون جينيرال, نكري واحد السيرفيس اللي بانت ليا ما كايناش ديال الناس يقدروا يكون شي واحد اللي عنده واحد الفالور ولا عنده واحد ليكسبيريونس في واحد الدومين ويبغي يبارطاجيها مع واحد آخر, مي داك الشخص الآخر ما كيلقاش الكونتاكت ولا مثلا لا كان داك البابليك فيغير معروف صيفط ليه في لي ريزو سوسيو ما كيجاوبوش, كيكون عنده بزاف لي ميساج. دونك من تما بدات كتطور الفكره. ما كنتش عارف صراحه بلي راه كاينين تطبيقات اللي سبقونا دايرين هذه الفكره. كانت واحد التطبيق في اليونايتد ستيتس اوف امريكا, كاين تطبيق اللي دار في الميدل ايست, ممكن كانوا تطبيقات اللي مختلفين, غير حنا بدلنا ودرنا بزاف ديال الصياغ ودرنا بزاف ديال التعديلات باش خرجنا الو ميستر. الفكره انا كما شرحت لك الفكره ملي طاحت عليا المره الاولى ما كنتش عارف راه كاينه, يعني ما مشيتش درت واحد الروشيرش في الاول عاد جيت وقلت غندير بحال الفكره نكوبيها ونديرها. لا, الفكره حطيت ديك لي زيدي وان باي وان, يعني حطيت الفكره الاولى, حطيت الفكره الثانيه الثالثه الرابعه, وجمعت دوك الافكار كاملين, بديت كنقاد فيهم, كنحيد الحوايج اللي غيصلحوا الحوايج اللي ما غيصلحوش, ومن بعد حتى وجدت الكونسيبت كامل وقديت بريزونطاسيون قديت بزاف ديال الحوايج, عاد دخلت كنقلب قلت راه نقلب نشوف واش هاد الفكره ديجا دارت. دونك لقيت ديك الساعه بلي دارت فكره واحده اللي كانت في اليونايتد ستيتس وفكره اللي في الميدل ايست, كانوا جوج ديال لي زابليكاسيون تقريبا في العالم كامل. من بعد دابا عاد بداو ملي الضجه ديال الالو مايستر بداو كيخرجوا دي زابليكاسيون اخرين بحالهم, الناس بداو كيديفلوبي وبداو كيقادوا بزاف ديال الحوايج, وهادشي اللي مزيان زعما شوف في نهايه المطاف. المهم غير نحركوا الناس ينوضوا يديروا شي حاجه وينوضوا يديروا واحد لاكسيون وينوضوا يخدموا. لابليكاسيون ديال الو ماي ستار زعما مزيان, السؤال ما قالوا لي زعما ما طرحوا عليا حتى سيبور تكون اون اكسكلوزيف عندكم. يعني البيدجي اللي تخسر على الو ماي ستار راه شي اكثر من 30 40 مليون غير في الديفلوبمون ديالها, غير باش نقادو السيت ويب وباش نقادو لابليكاسيون اي او اس ولابليكاسيون اندرويد, لان انا دخلت معاك لي سبي تكنيك شويه. راه الو ماي ستار الناس كيشوفوا غير داك الشيء اللي في الواجهه, راه في الباك جراوند راه كاين واحد السيستيم وكاين واحد لي سيرفور اللي داروا اللي كيهاندليو الترافيك, كاين لابليكاسيون اللي كتخدم بوحدها اي او اس بوحدها واندرويد بوحدها, كاين السيت ويب في الباك جراوند فيه ثلاثه ديال لي زانتيرفاس, انتيرفاس ديال لي زادمين, انتيرفاس اللي كتكون عندها علاقه بلي كونت ديال لي ستار اللي كنكريو ولا لي بابليك فيجر, وانتيرفاس اللي خاصه باليوزر, يعني راه فيه واحد الشيمه اللي كبيره بزاف. دونك راه البيدجي راه خدنا 30 حتى 40 مليون باش نقادو هذا البروجي. الوغ بالنسبه لالو ماي ستار فيه ثلاثه ديال لي سيرفيس اللي هما لاباس. السيرفيس الاولى هي ديال لي ديديكاس, يعني شي واحد يقدر يطلب واحد الفيديو تهنئه عنده واحد مناسبه معينه, يا اما حفل زفاف ولا عقيقه ولا تزاد شي وليد صغير, شي مناسبه انه نجح في شي سنه دراسيه بالباك ولا كذا, وكيبغي ديك اللحظه او ديك لو مومون يخلدو بواحد الطريقه اللي غتبقى ديما ميموريزي عنده في دماغه. دونك تما فجت الفكره انه يدار واحد لوبسيون ديال لي ديديكاس, كيدخل واحد الكليون اكس ولا واحد اليوزر اكس كيختار ما بين لي بابليك فيجر اللي معروفين تما, وكيقول لي دير لي واحد الفيديو كتسجلوا اللي كتذكر فيه مثلا السميه ديالي, كتقول لي هابي بيرثداي ولا شي حاجه وكيصيفطوا لي. السيرفيس الثاني هي ديال لي زابيل فيديو بيرسوناليزي, كي دابا تقدر دير ابيل فيديو مع الناس, يعني لي بابليك فيغور اللي ديجا هما طالبين هذا السيرفيس تبقى اكتيف ليهم, لان كاين اللي حيد ديك تحيدات السيرفيس ديفينيتيفمون بزاف ديال الناس, مي اللي عنده ديك السيرفيس على حساب البروفيل ديال كل واحد اللي ماكتيفي ديك السيرفيس يقدر يدير ابيل فيديو اون ديريكت مع داك الشخص ويدوي معاه, زعما بحال لابيل فيديو اللي كنديرو في الواتساب عادي يقدر يدوي معه, ولكن داك الشيء مجاري اون انترن. لابيل فيديو كدوز اون انترن عندنا في لابليكاسيون ديالنا, يعني ما كنستعملوش شي ثيرد بارتي ولا شي حاجه بحال هكا, يعني كنخدموا حنا داك الشيء كله عندنا. السيرفيس الثالثه هي ديال البوك فور ايفنت ولا الكولابوريشن, يعني مثلا الخدمه العاديه اللي كيدير مثلا الماناجر
لي زارتيست يعني مثلا كيتصلوا به الناس كيحطوا لي مثلا كيجي لارتيست كيحط النيميرو ديال التليفون ديال داك المانجر في لي ريسو سوسيو كيبداو يعيطوا الناس تقريبا نفس سيرفيس هي بطريقه محكومه شويه اكثر طريقه سيستيماتيك ماشي مانويل دونك كيجي يعمر واحد الفورميلار كيقول لك مثلا بغيت انا هاد لارتيست يجي يغني ليا في واحد العرس عندي ولا يجي عندي واحد لا سواري مثلا ولا واحد الفيستيفال على انترناسيونال ماشي بالضروره المغرب وميم لي كولابوراتور يعني كيجيو دي سوسيتي اللي كيبغيو يتعاملوا مع واحد البابليك فيغور باش يشرح ليهم لا مارك ديالو ولا يدير عليها دي ستوري في لي ريزو سوسيو او لا اي اوبيراسيون سواء اونلاين ولا اوفلاين دونك هادو هما لي سيرفيس اللي كاين شوف حنا كندويو بالارقام وكندويو بلي شيفر الناس اللي قالوا ان الفكره ما مشياش راه ما صدقاش حنا كندويو بلي شيفر حاليا كندويو معاك راه مئات ديال الطلبات اللي كيجيو كيدوزوا عندنا حاليا في الوماي ستار ديال لي دوموند دي ديديكاس وديال لي زابيل فيديو والناس ديال لي كولابوراسيون دي سوسيتي كيدخلوا تما يعني لي شيفر هما اللي كيدويو في الاخر راه هاد زعما هاد الروينه كامل اللي كانت نايضه وكيقول لك لا الناس كاين زعما اللي معاه وكاين اللي كان ضد ماشي ضد الفكره اولا ديال التطبيق كاين اللي كان ضد الاثمنه اللي كانت غاليه فهمتيني يعني الناس في نهايه المطاف ما انتقدوش الفكره دونك اللي بغيت نقول لك ان لي شيفر اللي كيديو في نهايه المطاف لي شيفر حاليا كياكدوا على ان كاينين الناس اللي مخلصين 1800 2000 درهم باش يدويو دي زابيل فيديو ولا يديروا دي ديديكاس مع بزاف ديال لي زارتيست دونك راه الامور مشيه بالنسبه للناس اللي في زعما لي بابليك فيغور اللي معنا في لابليكاسيون كانوا دو تيب دو بروسيدور كيفاش دخلناهم كانوا الناس اللي ديجا عمروا واحد الفورميلار وهما دازو من البروسيدور هما طلبوا يدخلوا معنا وزعما وتاكتيفو كانت البروسيدور الثانيه هي حنا كنعيطوا لبعض لي زارتيست كنبروبوزيو عليهم الفكره وصافي وكي اكسبتيوها كيدوزو تما البروسيدور نورمال وكيدخلوا معنا في الاول كانوا دي زارتيست اللي زعما في لونتوراج ديالي دي زارتيست دي زامي زعما بروبوزيت عليهم الفكره وبداو كانوا شي 20 واحد ولا 25 واحد بزاف كان شنقول لك المانجر ديال الفنانه مثلا السي رحال كان ابتسام بدر ناديه كان عثمان كان مهم سميات بزاف صراحه كان عبد العزيز كان بزاف ديال السميات دونك كونتاكتيناهم وكاينه صراحه البنت هي اللي كدير هاد لاطاش عندنا في لا سوسيتي اللي هي اللي كتعيط بعد خطرات لي زارتيست وكتقول لهم فوالا راه شنو الفكره كتشرحها لهم كتصيفط لهم كلشي دونك كدوز بروسيدور نورمال دابا بدر سلطان الكونترا اللي تسينات ما تسيناتش بيني وبين بدر انا بدر زعما كنوجه ليه تحيه وتبارك الله عليه داكشي اللي كيدير راه غادي في الطريق مزيان غير اللي كنبغي نقول ان الكونترا اللي تسينات مع المانجر ديالو وسير حال في الاول كان اكد ليا ان لي زابيل فيديو ديزاكتيفاو ديفينيتيفمون قبل ما اصلا يوقع هادشي كندويك على 6 شهور دابا دوا ليا لان الفكره ديال لي زابيل فيديو ديزاكتيف يعني بقى ديديكاس والبوك فور ايفنت ولا شفتي راه بدر عاود خرج بفيديو اخر وقال لي موي انا راه مسيني كونترا مع هاد الشركه غير ما مسياش على لي زابيل فيديو يعني ديزاكتيف لي زابيل فيديو دونك الناس شنو داروا نادو رجعوا لي سكرين القدام اللي كاينين في لي ريزو سوسيو اللي كاينين في جوجل اللي قلبتي وكذا وخداو ديك الصوره وقلبوا على دوك الاثمنه اللي كانوا قدام اللي فيهم 1200 1300 وكذا وحطوهم هما اللي مازال كيتداولوا لدابا اما حاليا راه الا دخلتي راه ما كاينينش هاد الاثمنه كاع راه بصفه نهائيه انا نقول لك شوف بالنسبه للانتقادات انا بوغ مزيان تكون انتقادات انا نقول لك واحد السيرفيس مثلا خرج واحد البروجي من غير انا كانترنت ماركتر اولا اي واحد كيدير لي بروجي اونلاين في الديجيتال دابا تخرج فكره من الاحسن ان تسمع عليها اللغط وتسمع عليها الناس كيدويو اللي كيكونوا معه وكيكونوا ضد وقتاش ديك الفكره انا ما غيعجبنيش الحال هي لما دوي عليها حتى واحد غنتسمى راه ما فكره راه ما ناجحه ما حتى حاجه يعني انا خرجت راه ما كاين لا صدى ديالها لا والو مي ملي خرجنا البروجي وكاينين الناس اللي قالوا لنا راه داكشي مزيان كاين الناس اللي انتقدوا الفكره انتقدوا الاثمنه اللي كانت غاليه كاين بعض الناس اللي كاع انتقدوا الفكره كل واحد وشنو في نهايه المطاف راه ملي كتخرج واحد البرودوي راه امبوسيبل داك البرودوي يعجب كلشي نعطيك باغ اكزومبل ملي كيجي واحد الفنان اولا مثلا كيجي مثلا ارتيست مثلا نفرض مثلا باغ اكزومبل سعد المجرد لاح واحد الفيديو راه امبوسيبل يكون 100% عجبو داكشي راه كتلقاي لي لايك وكتلقاي لي ديزلايك في الفيديو يوتيوب كتلقاي في لي كومونتير ناس معاه وكتلقاي في الكومونتير ناس ضد هاد الفكره زعما مابليكي على اي حاجه اخرى على اي برودوي كيخرج صراحه لي بروجي كاينين بزاف حنا كيما قلت لك عندنا اجونس ديجيتال اللي كنمانجيو بزاف الشركات وبزاف الاشخاص الذاتيين وبزاف الاشخاص السياسيين الى اخره فان شاء الله مازال كاينين بروجيات جايين مازال كاينين افكار جايين ولكن في لو سونس اللي غيكونوا 100% للمستهلك المغربي اللي باغ اكزومبل دابا الومايستر ديجا بدينا كنحطوا ليدي ان غيكونوا واحد لي سيرفيس لي فابور ما غيكونوش بالفلوس غيكونوا دي سيرفيس لي غراتوي يقدر يدخل اي واحد يدوز لي زوبيراسيون تما كاينين بزاف ديال الحوايج اللي غيداروا يعني مازال ان شاء الله كاين الخير
شوف الدومين ديال الديجيتال اون جينيرال فيه ما يدار بالمعقول. كنصح الدراري توجهوا للي كوميرس، توجهوا للتجاره الالكترونيه، كاين دروب شيبين، كاين سي بي اي، كاينين بزاف ديال لي دومين اون لين اللي ما يحتاجش يبقى يقول ولا والدوله ما عطاتناش والوقت مزيره وكذا وكوفيد. راه الديجيتال دابا راه هو المستقبل. الديجيتال راه الفلوس اللي كاينه في الديجيتال راه ما كاينه في حتى دومين اخر. باش نكونفيرمي لك انا هذه القضيه، لان داكشي كنقول لك نشوفه بلي شي فخ، انا ما كندويش عن فراغ. الفلوس اللي كاينه في الديجيتال ما كاينه في حتى دومين اخر. دونك الناس يحاولوا يديروا دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي في يوتيوب، كاينين في بزاف ديال لي سيت زعما كيكونوا فابور، يدخلوا يتعلموا يسدوا عليهم. لان في البدايه انا ما جيتش ودرت هذا الشيء، راه في البدايه ديالي راه خدمت عامين باش يلا نقدر ندخل 200 درهم من الانترنت، 20 دولار، ونقدر نمشي نخرجها من الكيشي وكذا وفرحان وسميتو. وداك الشيء بقى كيديفلوبا نهار على نهار، عام على عام، حتى الحمد لله وصلنا لهذا الشيء اللي حنا فيه. كنشكر السيبور ديال الفنانه، شكرا بزاف على الزياره ديالكم وعلى الانترفيو الزوين. صراحه اسئله كانوا زوينين زعما، كنشكرك بزاف لاله شيماء. وان شاء الله كما قلت لكم راه مازال بزاف ديال الحوايج اللي غادي يكونوا من القدام. تبارك الله عليكم.